غير. أنا كنت فقدت الأمل بقى. أنا كنت فقد الأمل على أمل. في الأوقات دي بعد 5 سنين ولا 6 سنين ولا 10 سنين هو والدها اتوفى بحصرته عليها. أيوة. بعد كم سنة؟ بعد 4 سنين أو 5. بعد 4 سنين أو 5. قاعد على الكنبة وبيقول يا رب يا رب يا بنتي أشوفك لو عايشة أو ميتة، وعمال يعيط. فجيت الصبح قلت له بزيادك عياط بقى تعب، اجيب لك اكل؟ قال لي لا، فاطمة وسومة كانوا بيجيبوا الاكل وياكلوا مع بعضيهم، سبت لهم المصاريف ومشيت. قلت له انا متكل على الله بقى ابيع الخضرات، وكنت بصرف عليه، واما رجد بقيت اصرف والحمد لله يا رب. الحمد لله. بس جيت ثالث يوم بيقول لي ما تمشيش، بقول له لا، قال لي ما تمشيش. في العصر كده بصيت لقيته بيقول لي اقعدي جنبي هنا على الكنبه، قلت اقعدي جنبي على الكنبه، دار وشه على الجبلك، وقلت تعالي لي يا رضا، تعالي لي يا بنتي. انتهى. رحت مصوته وقلت الحقوني الحقوني. الجيران حلوه، راحت جابت لي دكتور كشف عليه، قال بقى لله مات بحصرتها. بعد كده انت فكرتي بقى الله يرحمه؟ فكرت انا بقيت ادور. دورتي؟ ادور؟ ده انا زياده عن 10 سنين وانا داخل. بس انت هتدوري فين ولا فين ولا فين؟ في الترعه في البحر. بقيت اقولها تلقاها راحت ورا ابوها ولعبت في الميه وراحت في الميه. هو في الترب. يئستي امتى؟ يئست بعد 6 سنين. بعد 6 سنين يئستي بقى خلاص. ما تعبت ونفضت الأوضة ما خليتش فيها حاجة. بقيت أنام على الأرض. حصيرة كده وخدة وأنام. ورضا الحمد لله. سبحان علام الغيوب. كل حاجة. ما بصيت لقيت من قيمة 4 أيام أنا نايمة، أنا تاني العين التانية. بناديك الصح. والله نايمة. وقاعده في اوضه في الثالث فوق، ولادي كل حي في اوضه، كل واحد في اوضه، متجوز واللي معاه 4 عيال واللي معاه 2، وكل واحد برضه في اوضه. البنتين لا الرجال البنتين بعد ما توفى. ثلاث ولاد. واد هنا في مصر قاعد من ساعتها ما بيجيش، ما شافوها دي، ما شافتش الصبيان دي خالص، ما شافوش الولاد. هم الثلاث بنات بس. الثلاث بنات. ثلاث بنات بس. انت سبتيهم هم الثلاث بنات. انا ما شفتش الولاد. بس رحت بقيت يأست بقى الرجل.